أهلين ليلى، ما عم صدق عيوني. كنت متوقع كنت متوقع الأستاذ فؤاد. جيت أنا لأنه هذا الموضوع بيعنيني بشكل شخصي. عادي، شو بتحبي تشربي؟ مستعجلة، ما بدي شيء. أنت شو بدك؟ وأنا ما بدي أشرب شيء مثلك. شو بدك مني؟ ليلى، بدي إياك تقدري موقفي وتسامحيني على شو؟ على كل شيء. شوف سامي، نحن ما كان بيناتنا شيء. أنت كنت مستعجل ومتحمس كتير، صحيح، وأنا كنت عم بطلب منك إنه ما نستعجل لأنك ما بتعرفني منيح. وأنا هلأ كمان مستعجل. بس ما بتعرفني منيح. بالعكس، أنا بعرفك كتير منيح. لا سامي، أنت ما بتعرفني أبدا. أول موقف صار ما فكرت ولا لحظة ولا ترددت إنك تصدق إنه اللي صار حقيقة، وبعدين حملت حالك ومشيت وما عاد سألت. أنا بالبداية تفاجأت، كان بدي شوية وقت. معقول؟ عشان هيك سكرت الخط بوشي تاني يوم واتصلت فيك؟ معلش سامي، أنا ما رح أقدر أرتبط فيك، عن إذنك. ليلى، استني ليلى. شو بك؟ ما في شيء. كيف ما في شيء؟ شو صاير معك؟ ليلى رفضتني. أيوة، شو هالمشكلة يعني؟ ألف مين بتتمناك؟ الحق علي، أنا ما كنت منيح معها، هي رفضتني بسببي. عمتي، أنا ما بحسن أعيش بدونها، بتفهمي علي؟